مرحبا، كيفكم من جديد؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله مناح. اليوم عزها عملت صفايح باللحمة. طبعا أنا تبلت اللحمة بقلب البيت مع البندورة والفلفل الحلو وحبة بصل، وطلعت هاي النتيجة. طبعا شربتها مع كاسة ليمون. جبت الفلفل الحلو قطعتها مع البندورة البصلة، بعدين فرمتن على الفرامة، فرمتن بشكل يطلع كتير ناعم، شي ما يبين بقلب اللحمة يعني. بعدين ضفت اللحمة المفرومة فوق البصل والبندورة والفلفل الحلو وخلطتن مع بعض، وحطيتن بصحن، وبعدين زدت فوق رشة ملح، بعدين رشة 7 بهارات، وبعدين رشة بهار، هيك هاي البهارات اللي أنا بحبها بالبيت بستعملها بكل إشي. بعدين زيت زيتون، معلقة زيت زيتون، تقريبا هيك كمان رشة دبس رمان حسب الرغبة، وخلطتن مع بعض وتبلتن بهاي الطريقة. بعدين استخدمت الخبز البيتي. جبت 4 طرغ فيه، طبعا هون بنتي الصغيرة كانت عم بتساعدني. جبت 3 أبيض، استخدمت 1 أسمر، وحطيت الحشوة بقلب الخبز ومديتها. طبعا هون من بعد ما مديتن بهاي الطريقة تيجي بقلب الخبز كلياتها، وسكرتن. بعدين دهنت الوش بزيت الزيتون عشان تعطي على حمار، بعدين حطيتن على الغاز بالمكبس وبلشت أقلب فيهن، وطلعت هيك النتيجة.